نقول لك حاجه، انا تعديت في دي باساج في التاسع، فما اعلاميين يجيني يقول لي نرمين بربي يعمل اسمعني عملنا فيسبوك بريفي باش كي تحل لايف ما يشوفني حتى حد، ومن بعد كي يطلع في البلاتو يبدا يعمل اعلاميين تونس، اعلاميين في تونس اي في قنوات كبار تعديت معاهم، انا يجيني هكا على جنب هوني راك تحط اصابع الاتهام على لطفي العبدلي، على سمير الوافي. لطفي العبدلي فنان، سمير الوافي فنان. انت نحكي لك الاعلاميين اللي طلعت معاهم، سمير الوافي اي ونوفل الورتاني. لا نوفل الورتاني تعديت معاه في، انا قلت في التلفزه نوفل الورتاني باش تعدى معاه نهار السبت هذا، اما في الكونفينمون ما تعديتش معاه، تعديت انا مع سمير الوافي. يعني فما سمير الوافي، فما في الحوار التونسي هيدي زعيم. ليه هيدي زعيم؟ أمين غارة. أمين غارة. ليه ما قلت حتى حد؟ أنا نعطيك ما قلت حتى حد. نرمين وما يتعدوا على صبع اليد. أمين غارة، سمير الوافي، لطفي العبدلي، نوفل الورتاني. يعني كي تقول إعلاميين تعديت معاهم وهما قالوا لي أعمل كونت بريفي باش نتفرجوا عليك، تقول لي نوفل لي وتقول لي لطفي لي، تقعد ما بين سمير وأمين. خافش تغش عليك؟ ليه وعلاش نخاف؟ وعلاش ما خافش كي قال لي هكاك؟ علي باش نخاف؟ نقول لك حاجه، انا ثم حاجه نكرهها، كيما تكون يا خويا ورا الكواليس كيما تكون قدام الناس، علاش ما تكون قدام الناس تنتشر زعما اللي ما نتفرجش وتعمل وجهك هكا كل شيء وانت ورا الكواليس نرمينا ما نحلنا اللايف خلينا نتفرجوا عليك راه نتابعوا فيك. فما اللي عطاوك زاده فلوس وقالوا لك ايجا اشتحلنا بريفي؟ ما عطاونيش، اقترحوا علي. اقترحوا علي؟ اقترحوا علي ورفضت. ورفضت. وشنو سبب الرفض؟ شوف انك نمشي سواري بريفي تاع عائله، وعائله معروفه. كي نقول عائله معروفه مش يعني عائله، يعني تعرف الناس اللي ماشيه تلهم. ديما انا راهو كي نخدم سهريه ديما نعمل ديكلاراسيون عند الامنيين، نقول راني باش نخدم في البصره الفلانيه، ديما نحمي روحي سيف مهديه وديما يبعثوا معايا حاكم وكل شيء، ما نمشيش هكاك باش تقول لي سواغي بريفي باش نمشي انا نشطح ولا باش نغني الراجل وحده في الدار، علاش؟ ليه ما نمشيش؟